أعزائي المشاهدين أهلا بيكم معانا وفترتنا المفتوحة زينة وطعم البيوت. برحب بحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين، وردة حب لكل مشاهدينا ولزميلتي العزيزة دعاء عبد المجيد. لا أحلى وردة حب، ربنا يخليك. ورود حب بقى منا للمشاهدين، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد وبمناسبة أعياد شم النسيم والربيع. وفعلا الدنيا ربيع فعلا والجو رائع، فاستمتعوا على قد ما تقدروا. ومواضيع حلقتنا النهاردة هتتيح لكم ان انتم تعرفوا كل حاجة عن الأماكن المتاحة والمفتوحة للمواطنين. بس خلينا الأول نعرف فقرة منى اللي هتقدمها. شم النسيم عيد مصري أصيل، وده اللي هنعرفه من خلال فقرتنا، ونتعرف على شم النسيم وإزاي كان بداية الاحتفال بيه عند قدماء المصريين، والعادات والتقاليد اللي موجودة حتى الآن من احتفالات ومن أكلات من خلال شم النسيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. كل مناسباتنا بتبقى يعني معتمدين فيها على التجميعة والأكلة الحلوة، وإحنا عارفين طبعا شم النسيم ده مرتبط عندنا بإيه، سواء بقى السمك للي مش بيحبوا الرنجة والفسيخ. بس عموما يا رب تتجمعوا دايما في المناسبات الحلوة والأعياد. وأنا بالنسبة لفقرتي هتكلم فيها عن كل الأماكن السياحية بأسعار معقولة لأي مواطن ممكن أنه هو يروحها داخل مصر، وكمان عن الحدائق المتنزهات المفتوحة، لو فيها جديد، لو أماكن حصل فيها تطوير. كل المعلومات هتكون متاحة من خلال لقائي إن شاء الله الأول معاكم. طبعا طالما بنتكلم عن الاكل يبقى لازم نعرف ان الاكل في شم النسيم والاكل بشكل عام بيعمل فينا ايه، لكن النهارده هنخص الاكل اللي هو الاسماك المملحه، كبسيخ وملوحه ورنجه، ممكن تعمل فينا ايه واللي المفروض ناكلها ازاي وازاي ناكل الكميات بتاعتها، واللي عندهم بعض الامراض ازاي يتعاملوا مع هذا اليوم عشان يعدي بامان علينا جميعا. يعني أنا حدد كمية الرنجة تقصدي أنت، بما أنك يعني عارفة طبعا وخبيرة. إحنا أول ما بنبدأ صعب قوي ان توكلنا على الله، خلاص توكلنا على الله، ما فيش حاجه اسمها بقى لا اقلل لا كفايه اصلا، لكن بالهنا والشفا ان شاء الله وبالسلامه على الجميع. بما اننا بنتكلم عن كل شيء مرتبط بعيد الربيع وشم النسيم، احنا بنتكلم او انا بتكلم في لقائي الثاني عن الحنه. الحنه دي على فكره برضو عاده من العادات المصريه القديمه. هنشوف ايه الجديد فيها، ايه بقت الوانها، ايه خاماتها، ايه لسه بتستخدم في المناسبات أفراح، أشكالها الجديدة، ألوانها، كل المعلومات هتكون متاحة برضو عن الحنة. وهتشوفوا صور قدامكم وشغل كبير قوي وحلو قوي إن شاء الله يعجبكم من خلال لقائي التاني. بكده إحنا استعرضنا أنا ومنى كل مواضيع لقاءاتنا الرئيسية النهاردة. بعد الفاصل بنبدأ معاكم حلقتنا، ومنى بتبدأ أول لقاء. أعزائي المشاهدين أهلا بيكم معنا في أولى فقراتنا، وبنتكلم عن موضوع ممكن نكون اتكلمنا فيه لكن ضفتي ضيفة متميزة عندها من الغزارة من المعلومات اللي ممكن تضيف لنا ومعلومات أكتر عشان نعرف شم النسيم اللي النهاردة بنحتفل بيه أصله إيه وإيه اللي كانوا بيعملوه قدماءنا مصريين في ذلك اليوم. بيسعدني تكون ضيفتي الكريمة اليوم دكتورة عزة سليمان، باحثة في الحضارة المصرية القديمة ومنورة بإطلالة رباعية جميلة. شكرا لحضرتك، منوراني. كل سنة أنت طيبة وحضرتك طيبة وكل سنة وحضرتك طيبة يا رب دايما، يا رب. وإن شاء الله يا رب دايما يعني آلاف تانية من السنين جاية بنحتفل بنفس العيد اللي محافظ على الهوية المصرية. أكيد. الهوية الحضارية. تمام. عيد البهجة، عيد الفرحة، عيد اللمة. يعني عيد جميل بكل المقاييس. فعلا هو عيد مبهج وعيد فيه حاجات جميلة، كفاية الألوان الزهور المختلفة، كفاية لمة العيلة، كفاية حاجات كتير قوي، وان ده من آلاف السنين. هنرجع تاني ونقول التسمية شم النسيم واتحرفت، هي ما كانش أصلها كده شم النسيم، كان ليها اسم تاني وبعدين اتحرف بقينا عندنا، وصل بقى عندنا شم النسيم. لا هو طول عمره اسمه شم النسيم، اللي هو أصله في الفراعنة كان شم وبعد شم النسيم. هو طول عمره اسمه شم النسيم، دي كلمات مصرية فرعونية. تمام. هو يعني احنا سمينا الشم دي جاء من اسم فصل شمو اللي هو فصل الصيف في مصر فرعونية، وشمو في مصر الفرعونية معناه البعث والخلق الجديد والميلاد الجديد، لأن العيد ده تحديدا هو معناه عندنا في مصر الفرعونية الميلاد الجديد، ميلاد لمصر ولكل المصريين. الله. بكل معنى الكلمة، يعني احنا كلنا ولاد النهاردة بننسى كل أحزاننا، أمل جديد، حياة جديدة،
لانه لما هنفهم معاني العيد احنا لانه مرتبط طبعا بحصاد القمح اساسا، يعني العيد ده هو عيد حصاد القمح. تمام. وعشان كده لما احنا بنحصد قمحنا احنا كاننا بتترد لنا روحنا، كاننا بنتولد من جديد بكل معنى الكلمه. فلو حضرتك هتنزلي الغيطان في فصل الصيف هتلاقي فعلا هتشمي كان يعني الجو كله متعطر، مثلا لو لو مشيتي جنب شجر برتقال مثلا هو ليه ورده ياسمين هتشمي كأن فعلا الريحة ملفتة جدا ومبهجة جدا جدا جدا، وجوه وكله ياسمين يعني حلوة قوي. فمن هنا بقى ملفت قوي، يعني حسيتي حاسة الشم اتسمت على اسم فصل الشمو. هي اللغة في البداية كانت بسيطة جدا، انت بتجيبي المعنى الأساسي المعاني الأساسية وبتقولي وتاخدي منها جزء منها تغيري حرف تقولي أنا هسمي ده كذا. فشم جت من شمو. كمان جت منها شمس على فكرة. لانه الشمس يعني لو قلنا بقى معناها هي احنا دلوقتي بتدينا ايحاء بالحراره الشديده، ولكن شمس معناها ليها علاقه بالميلاد الجديد والامل الجديد وولاده يوم جديد على فكره. دي كانت في مصر الفرعونيه. ده كلمه شم. النسيم بقى هي من جزئين، الان معناها بتاع، السيم اللي هو الزرع الورد والزرع وكل الزراعات اللي احنا بنزرعها. فده اصل ده معنى كلمه شم النسيم ببساطه جدا. جميل وبساطه. هي طريقه حضرتك جميله في عرض حاجات ممكن تكون مر عليها الاف السنين لكن حضرتك بتعرفي تقربيها من خلال معلوماتك. اختيارهم هنا اختيار اللي هو ده الاحتفال النهارده بعيد شم النسيم، وان هو بيلي كمان يعني بعد كده سنوات لما جه المسيحيه دخلت مصر وعيد القيامه المجيد يوم الاحد ويوم الاثنين عيد شم النسيم. يعني لو ركزنا الناحية التاريخية هنلاقي ان عيد شم النسيم ازاي، لان في ناس كتير قوي ما بتعرفش ليه بيتحدد ميعاده بالطريقة دي. شم النسيم في مصر الفرعونية لازم يكون في شهر الرنودة او رنوتة، هو قايم على تقويم الشمسي والقمري. يعني ايه؟ هو لازم يكون في شهر شمسي اللي هو شهر الرنودة، شهور المصري احنا اول تقويم في تاريخ البشرية. شهر الرنودة او رنوتة ت و د حروف تبادلية، فده معناه إلهة الحصاد. يعني الثرة رنودة أو رنوتة أو رنوتة بالتاء أو بالدال لأنه الاثنين حروف تبادلية. فده إلهة الحصاد في مصر الفرعونية المرتبطة بحصاد أهم زرع عندنا اللي هي القمح اللي هو مرتبطة بالعيد شم النسيم تحديدا. احنا كنا شمسي بمعنى ايه عشان نقرب المعلومة اكتر، يعني ايه؟ احنا في شهر مايو. تمام. احنا كل سنه لازم يجي شهر مايو في نفس الميعاد، ما ينفعش ما يحصلش ان شهر مايو ممكن يجي صيف او شتاء او لا، هو نفس الميعاد. فالشهر الشمسي ده معنى الشهر الشمسي. شهر القمري احنا العيد ده مرتبط بالقمر كمان. ليه هنتكلم ليه؟ لازم القمر يكون بعد ما القمر يكون بدر. ليه بقى؟ لانه لو هتشوفي الاول هو في جانب ديني وجانب منفعي، دايما الديانه المصريه كانت مرتبطه بمصالح مصر الاقتصاديه. فهتلاقي انه طيب انت في شم النسيم ده انت بتنزلي تحتفي، طبعا الاهم من عيد شم النسيم نفسه هو اليوم اللي قبله اللي هو وقفه القمح. احنا بالنسبه لنا ده يوم عيد الوقفه الكبيره للقمح، القمح يقف وقفته كبيرة. يعني ايه؟ يعني ان هو بيديني اعلى محصول ممكن، وفي نفس الوقت ان انا لو سبته بعد كده ممكن يتحرق مني المحصول باظ، يعني جوعنا طول السنة دعنا يعني. فالفرحة الكبيرة والعيد الكبير هو يوم الوقفة اللي هي تحق لنا بعد كده ان احنا نفرح، ان احنا ننزل نعيد ونتبسط ونغني وكده، غير كده انت هتفرحي ليه؟ يعني فمفيش معنى للفرح. طيب انت العيد دايما عندنا في مصر الفرعونيه هو الليله والنهار، يعني انت بتحتفلي قبلها بالليله زي ما كان بيحصل في بورسعيد، هتلاقي ليله شم النسيم هتلاقي الدنيا كلها فرحه وبهجه وفي ناس موجودين لغايه النهارده. والحرايق وعرايس وحاجات حلوه كتير قوي.
احنا الاحتفال هو في الليلة. طيب احنا في مصر الفرعونية هننزل نحتفل الليلة. طيب الليلة انت ما كانش عندك اعمدة نور بقى هينوروا لك الشوارع ولا كده، فانت كنت محتاجة جدا ان القمر يبقى بدر علشان ينور لك الدنيا. جميل. فعلشان كده انت العيد بيتغير حسب القمر هيبقى بدر امتى. فلازم تشوفي الدنيا حواليكي شكلها ايه، في خطر، في بتاع، نشوف بعض، نشتغل، نحتفل. فتاني يوم برضو شام النسيم احنا كان الاحتفال بالوقفه، وقفه القمح، وطبعا ليها علاقه بقيامه الرب اوزير اللي هو كنا بنعتبره رب القمح نفسه، ان هو نفسه قمح. فبعد كده بنحتفل أزير. نعم اوزير، الرب اوزير اللي هو اوزوريس. اوزير هو اوزوريس. تمام. هو كان رب مصر ورب القمح تحديدا يعني، ورب البذور والى اخره. فكنا نحتفل بقيامته وقيامه القمح، وبعدين شم النسيم نحتفل بيه بقى زي ما هنحكي. ولكن الفكره بقول ليه القمر بدر، انه احنا بنخلص الاحتفال بشم النسيم وما بنروحش، بننزل الغيطان ما بنروحش بيوتنا الا لما بنكون حصدنا القمح وشوينا الحاجات أمننا أكلنا وأمننا وجزء هناخده اللي بيزرع بياخد جزء بيشونه في بيته، وجزء تاني لازم يتشون في مخازن الحكومة، ده مخازن الدولة. طيب انت هتبقي موجودة مدة طويلة في الغيط، انت محتاجة الدنيا تبقى منورة، فلازم كنا نستنى القمر بعد. طبعا القصة الدينية بسرعة كده كان ليها علاقة انه قصة إيزيس وأوزوريس، انه ازاي لما احنا كنا مؤمنين بان الخلق بدأ بالاربع، خلق البشر بدأ باربع اخوات اللي هو الاختين إيزيس ونفتيس اللي هي بقت نفيسة، وأوزوريس وست اللي هم الولاد. أوزوريس اتجوز إيزيس فاخوهم اتغاظ فقتل أوزوريس اللي هو أوزير وقطعه ووزعه على فكرة الأول خالص البداية كان مصر 13 مقاطعة أو محافظة، فوزعوا على 13 مقاطعة. وعلى فكرة بالمناسبة الأماكن دي اسمها لغاية النهاردة اللي هي بو أبو السير، اللي هي بو السير اللي هو بو أوزير اللي هو كان فيها حتة من جسم أوزوريس. أيوه. فالفكرة وأنا حابة أحكي يمكن حاجة جديدة، إنه عبقرية الفكر المصري، عبقرية أجدادنا حاجة يعني تخلي واحد جسمي أشعر. أنت هو شوفي بيقول لك إزاي إن هو دايما مصر تبقى واحدة واقفة على رجليها بقوة. فانت طبعا الدين لازم انت تبقي ملتزمة بيه جدا، أوزوريس رب مصر فانت لازم تحترمي كل حاجة ليها علاقة بيه. فاحنا ست دلوقتي هو قطع جسمه 13 مقاطعة. طيب هو نفسه البذرة، بذرة القمح اللي بنغرسها في الارض كل ما تقوم وتخضر هو كأنه هو نفسه بيقوم من الارض، هو ذاته بيقوم لغاية تيجي بقى لغاية وقفة الوقفة الكبيرة اللي هي قبل شم النسيم، يقف خالص عشان نحصده بقى عشان الحصاد دي. طيب هو كل ما بيقوم والزرع كل ما بيقوم القمح تحديدا كأنه جسمه كله وهو بيمثل أرض مصر، جسمه كله بيلتحم مع بعض. يعني هم عايزين يقولونا أن مصر كلها، أرض مصر كلها بتتوحد، ومصر كلها النهاردة حاجة واحدة. الله. كلنا كيان واحد، كلنا واحد. فكر محب للحياة ومحب للأرض اللي هم بيقدروها وبيقدسوها. فصول السنة في مصر القديمة كانت ثلاث فصول؟ كانت ثلاث فصول. هي فصل الشمو اللي احنا فيه دلوقتي بيبدأ 21 مارس، واللي هو 21 مارس هو برمهيات اللي هو فصل الحصاد أساسا يعني. بنبدأ نحصد الحاجات الصغيرة، وهو مارس هو برمهيات، عشان كده بنقول روح الغيط وهات. برمهيات روح الغيط وهات. الله. فبنبدأ نحصد تدريجيا المحاصيل زي التوم والبصل، وبعد كده لغاية ما نحصد القمح. ده شهر شمو. بعد كده بنيجي في الخريف اللي هو أخت، وبعد كده بنيجي شهر برد أو برت، الاثنين الدال وتقنا. ده جاي من البرد بقى ولا ايه؟ اللي هو البرد. البرد جاي منه كلمة برد. بردت يعني الدنيا بردت. جميل. فدي فصول السنة في مصر القديمة. طيب مظاهر الاحتفال قديماً
وايه اللي احنا ما زلنا محافظين عليه لغايه دلوقتي؟ احنا محافظين على اللمه الحلوه، على الاكله الحلوه، كل الاكل تقريبا اللي احنا كنا بناكله في مصر الفرعونيه هو نفس الاكل اللي بناكله من الاف السنين. تمام. طبعا يعني لو اتكلمنا عن كل اكله، ولانه مرتبطه برضو بمصالح مصر الاقتصاديه. تمام. فكل الاكل، كل لمه والفسحه والبهجه كلها، والحصاد والخروج للمتنزهات والقمح والحدائق. احنا دلوقتي القمح بدا، احنا مصر الفرعونيه لازم كان كل الدولة تبدأ تحصد مع بعض، ما فيش حد يحصد قبل التاني. لما ياخدوا إشارة من الملك انه خلاص الأرض قامت حصاد وأزير وقف، خلاص كلنا هنحصد القمح، البلد كلها مع بعض. فده كان احتفال بالحصاد، ولغاية النهاردة هو بدأ بدري شوية، الناس بدأت تحصد القمح وبدأ يتشون للدولة. فيعني هي دي أكتر الحاجات. طبعا يمكن بورسعيد من أكتر الحاجات اللي كان، ولغاية النهاردة لسه بيعملوا العروسة القش اللي لازم نحرقها، لأنه العروسة القش هنا كانت بتمثل لنا الست الشرير، يعني الست من ساعة ما قتل أخوه كل رموز الشر وكل معاني وكلمات الشر اتخذت من اسمه هو نفسه. الست بقى شات شيت شات شيطان، اتخذ من ساتن، اتخذ منه كل الخداع، الكذب، كل الحاجات اللي مش لطيفة اتخذت منه عشان اللي عمله في أخوه، عشان غدر بأخوه. فإحنا كنا بنعمل في مصر الفرعونية عروسة من القش ونحرقها، لأن ده العيد اللي لازم الشر يموت والخير يجي. فهو لازم يموت يتحرق، وعشان أزير بقى والخير إذانا برجوع الخير مرة تانية. والحلو بقى اللطيف أنه العادة دي مش بس كان في بورسعيد، دي موجودة في حتت كتير في العالم على فكرة. يعني لو رحتي روسيا هتلاقي أنه في العيد ده اللي هو الإيستر، حسب ما هم بيغيروا معاده، لازم بيعملوا العروسة القش في حتت كتير. هم كانوا محرمينه مدة طويلة، قالوا ده مش عيد مسيحي، ورجعوا تاني يحتفلوا بيه بقوة من كام سنة، وبيعملوا عروسه كبيره قش، ويعملوا معبد كمان احيانا، والناس كلها بتتلم بيبقى شكل كوخ كده زي كوخ قش بيتعمل ويتحرق. ليه بقى القش؟ ما الناس مش عارفه، لانه الفكره كلها المنفعيه من الموضوع، انت بتحصدي القمح وبتحصدي المزروعات الزراعات المختلفه، فانت لازم تطهري الارض والا تجيلك حشرات وتبقى حاجه مش كويسه. فده اعتبرناه شر، الحاجه مش نظيفه أو لأنها هتؤذي زرعنا، هتأذينا، هتجيب لنا حشرات وتجيب لنا الدبان والآخره، فدي شر، فلازم تحرقه. والطبق بنمثلناه بالقش الصغير اللي بتبقى من القمح، من حصاد القمح، عشان كده لازم يكون عروسه قش ولونها ذهبي، لانه ده قش القمح لونه ذهبي. ونحرقه، ويمكن راحت كمان لاسيا عيد النيروز، لازم يعملوا حرائق. هم يعني نقلوها طبعا من مصر الفرعونيه، ما بيعملوش عروسه، ولكن اكتفوا بانه بس حرائق وخلاص، حاجه بس يعني بتعلن باذان الحرق كل ما هو مؤذي. بالظبط. فده تطهير للارض، وبعدين بعدها بقى نهدي الدنيا، نقعد نرش بعض، نرش الارض بالميه ونعملها لعبه، ونقعد نرش بعض بالميه. ولغايه الان في اسيا لازم برضو يرشوا بعض بالميه، نفس الحكايه، هم مش عارفين ليه. طبعا بالظبط كده، لكن اصلها فرعوني. طيب احنا بقى كلمت حضرتك زي ما تفضلتي وقلتي على الاكلات وما شكل مظاهر الاحتفال، الموسيقى، الموسيقى اخبارها ايه كانت في الاحتفالات دي؟ الموسيقى في حياتنا في مصر الفرعونيه دي اساسيه. يعني زي ما مثلا تروحي بيتك على طول تفتحي التلفزيون او الراديو تسمعي مزيكا، دايما في كل البيوت كان لازم في موسيقى دايما. يعني في الناس وهي قاعده بتاكل، يا اما بتجيب حد غالبا بيلعب مزيكا قدامها، لكن الموسيقى ده والاغاني ده العامل المشترك في كل احتفال، مش بس احتفالاتنا، حياتنا اليوميه. فدي كانت هي غذاء الروح. وكل الادوات الموسيقيه على فكره اختراع مصري فرعوني. الجيتار، الهارب والجيتار والعود، ده مصري فرعوني. الجيتار والعود والسمسميه اللي بقت، لو يعني حطيناها كده بقت القانون كمان، يعني السمسميه والقانون كمان. يعني عايزة أقولك إن مثلا إن كلمة تخت، يعني كلمة أصلها مصري فرعوني، كان في بجد، يعني إحنا بنقول تخت شرقي، دي أصلها لا، ده تخت فرعوني، ده تخت فرعوني. كانت في واحدة مسؤولة عن الموسيقى في المعبد، هي زي المايسترو في المعبد، وكانت دايما عازفة، اسمها تخت، منها اتسمى فكرة التخت.
وكان حتى عشان التخت بيبقى يعني كان بيبقى لعب كده، فحتى منها جت في المدرسه الحاجه اللي بتبقى شكلها كده يقول لك تخته، يعني اللي هي عامله شبه ايوه اللي هو الديسك اللي بيتقعد عليه ده هو بس تخته. جميل. طبعا في حاجات يعني المصري القديم من خلال يعني حضرتك استعراضك ومن خلال القراءات ان مفيش حاجه بتيجي كده، يعني مثلا الاسماك المملحه لازم يبقى جنبها نوع من انواع الخضره، بصل، خس، ملانه. هنا هدفهم ايه من استخدام الخضروات دي مع الاسماك المملحه اللي كانوا بياكلوها في عيد شم النسيم؟ هو بشكل عام احنا قلنا احنا لما بننزل الشم النسيم بدايه من شم النسيم احنا بناخد معانا اكل كتير جدا زي اللي بناكله النهارده، في سيخ واسماك تانيه، باكلاو وبيض مسلوق ملون، والفطاير شم النسيم اللي فيها البيضه دي فرعوني طبعا. الفكره كلها انك بتاخدي معلبات كتيره قوي معاكي لانه انت بتحصدي القمح على مدى كذا يوم، محدش فيبقى ناخد المؤونه بتاعه الاكل يعني محدش فاضي يطبخ ولا كده. طب انت في الغيط انت عندك حاجه بسيطه قوي، الملانه جنبك اللي هي الحمص، الملانه جنبك جاهزه هتقطفي وتاكلي عشان تشبعي، الخاصه تاخدي من الغيط وتاكلي. فانت عندك، عشان كده على فكره احنا بنقول انه الشم النسيم هو ميلاد جديد لمصر، ومن هنا الملانه لما تنشف هي الحمص. عشان كده لغايه النهارده في كل الاماكن اللي فيها موالد لازم تاكلي حمص من ايام من الفكره دي، انه انك بتاكلي ملانه والحاجات الموجوده موجوده والى اخره كلها اكل مصري فرعوني. طبعا احنا عندنا قصص دينيه كتيره ليه ناكل فسيخ وليه ناكل بيض وليه كده، بس هي الفكره كلها الناحيه المدفعيه انك عايزه اكل جاهز يقعد معاكي مده طويله ما تشغليش بالك بالاكل. ما هو جت بقى الابحاث والطب جه قدم قال ان هو فعلا استخدام الخضره دي مع الاسماك المملحه بيعمل التوازن المظبوط في المعده. الخس بالذات طبعا بيهدي جدا مع الفسيخ اللي بيحصل فيه. الفسيخ تسمحي لي هنا واحنا بنتكلم عن الفسيخ لان في ناس كتير مصريين مش عارفين يعني ايه فسيخ. الفسيخ معناه سبعه، جاي من كلمة سفخ، سفخ بالمصري يعني سبعة. 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 سفخ جاء منها سيفن، زيبن بالألماني، سبعة بالعربي. لما الكلمات احنا قلنا كانت بتبقى بسيطة قوي تبدلي حرف وتاخدي منه نفس المعنى. فتبدلي حرف بقت من سفخ جاء كلمة فسخ، فسيخ، فسح، فصح، لأن السين والصاد حروف تبادلية، فجت منه كل الكلمات دي. ليه سبعة؟ ليه اختار سميناه سبعة أو سبعاوي زي ما بنقول؟ لأنه بيتعمل في سبعة أيام، لأنه عندنا في مصر الفرعونية اكتمال الميلاد بيكون في سبعة أيام. فعشان كده احنا الوقت احنا قلنا ده أساسا ميلاد لمصر وميلاد لإله مصر أوزوريس. فأنت اكتمال الميلاد لازم بيكون بيتم في سبعة أيام، فاحنا بنيجي قبل العيد بسبعة أيام نبدأ نملح البتاع، نجهز نفسنا عشان هننزل الغيط نحصد القمح، فنبدأ نعمله في سبعة أيام. وعشان كده ناكله، عشان كده من هنا جت كلمة أصل كلمة فسيخ اللي هي فسخ، ومنها جت كلمة فسخ على فكرة. لأنه أنت لما بتاكليه بتفصلي حاجتين عن بعض. فأي حاجة بتاخد صفة أن أنت بتفصلي حاجتين عن بعض عشان كده فسخ الخطوبة. أيوه حاجتين عن بعض. بالظبط كده. أنا بسعد بالحوار مع حضرتك وخصوصا إطلاقتك المشرقة في شم النسيم وفي الأعياد. كل سنة وحضرتك طيبة. بشكر ضيفتي الكريمة الدكتورة عزة سليمان باحثة في الحضارة المصرية القديمة. شكرا لحضرتك. ميرسي حضرتك. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل معاكم زينة.